كلهم بالبيت والسلاح كله بالبيت. قال للشباب العزة لله. قصف من الطيران الحربي على بلدة الصبرة. الله أكبر والعزة لله. قصف على الصبرة للغارة الثالثة على التوالي 2/12/2015. اللهم الطف بنا يا رب. حسبنا الله ونعم الوكيل. علي يحكي الرعب وياه. علي شوي شباب شوي استهداف قرية أحرس بريف حلب الشمالي بالصواريخ الفراغية. الله أكبر. الطيران الحربي الروسي يقصف مدينة مورك بريف حماة. الطيران الحربي الروسي يقصف مدينة مورك بريف حماة شمالي. الله أكبر الله أكبر. راحت الدشمة والمحرس. الله أكبر. هاي محرس ثاني. الله أكبر. محرس ثاني راح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كتائب ثوار الشام يقومون باستهداف شبيحة الأسد على جبهة العمرية. درعا مدينة الحراك. قصف من الطيران الروسي يستهدف المدينة. حسبنا الله ونعم الوكيل. الطيران الروسي يغير على مدينة الحراك بريف درعا. البراميل متفجرة. الله أكبر داريا. يا ويلك من الله يا حسون. هذاك بشار كافر بس أنت عساس مسلم بالدفتر بالهوية بس. يتفرج أطفال كلها فوق النسوان وفوق الأولاد وفوق الأطفال كلها البناية خربت بنايتها فوق أطفال يتفرج. روسيا واقفة معه إنسانية. هذا يروح يفتي ببحسيتا. بحسيتا عنده في البلدية. يروح يفتي هنيك. هذا مفتي اسمه بحسيتا مو مفتي الجمهورية.